مساء الخير. منكمل اليوم وبالجزء الثاني من تحقيق موضوعنا عن هشاشة الوضع الاقتصادي، وبشكل خاص رح نتطرق إلى القطاع التجاري وهو بمثابة جسر بالحياة الاقتصادية، ركن أساسي من مكوناتها، مصدر رزق لعشرات آلاف المواطنين. التجارة هي جزء أساسي من تقاليدنا، من تاريخنا وثقافتنا العائدة إلى جدودنا الفينيقيين، فهل رح نقدر نحافظ عليها؟ القطاع التجاري يمثل بالنسبة للاقتصاد تماماً ما يمثل الجيش بالنسبة للوطن، أي الدرع والحامي والحاضن والمستوعب وصمام الأمان. هيدا هو التعريف يلي أطلقه رئيس جمعية تجار بيروت نقولة شماس ليحدد أهمية التجارة بالنسبة للاقتصاد اللبناني، ولكن هل تمكن هذا القطاع من تأدية أدواره؟ اللي فاقم المشكلة تحديداً هو يعني اندلاع الحرب واستعارة في سوريا مع الانبعاثات والإفرازات اللي شطفت لبنان، شطف يعني من شماله لجنوبه. وأنا بدي سجل هون ثلاث محطات كانت انتكاسية على القطاع التجاري أكثر من المسار العام اللي هو انحداري مثل ما عم نقول. أولاً كانت بيانات حظر سفر الخليجيين إلى لبنان، وهيدي بحد ذاتها كارثة موصوفة، كون هالمستهلكين هولي هن لوحدهم بشكل 45% من الديوتي فري بيرتشيسز، يعني المشتريات خارج ضريبة القيمة المضافة. المحطة الثانية الانحدارية كانت التهديد بالضربة الأمريكية على سوريا. طبعا راحت الضربة بس بقيت ارتداداتها وانعكاساتها السلبية على الساحة اللبنانية، والضربة شبه القاضية كانت باغتيال الوزير الشهيد محمد شطح وما تليها من فصول متتالية ومتسارعة من هالمسلسل الإجرامي والإرهابي يلي ضرب لبنان، بالإضافة إلى هالإشاعات المغرضة والبيانات يلي صدرت يعني من بعض السفرات وبتقول للمتسوقين، طبعا هن عم بيحكوا مع يعني التابعين لجنسياتهم، يعني انه ما تروحوا على الاسواق والمراكز التجاريه. أكيد لا. شايف معهم في الفصادين. ماني متخوفة إنه بدي يصير شيء أكيد يمكن يصير. ما في شيء بيخليك إنه تشتري. حسب أي يوم. بس لا. خليط من المشاعر تملك نفوس المواطنين من جراء العمليات الإرهابية الانتحارية، فكيف ممكن لهالمشاعر أن تؤثر على تصرفات المستهلكين؟ كهرب كل شيء. It's nothing to be scared of. أنا خايفة من الأحوال أكيد. بخاف روح فيها على الطريق. لنعرف آلية هذا الانعكاس قصدنا الدكتور ميشيل نوفل، طبيب وأخصائي في علم النفس العيادة وعضو في مجلس الجمعية اللبنانية لعلم النفس. على الصعيد النفسي الوضع بلبنان هلأ منه كتير إيجابي. الناس أكيد طبعا حسب الوضع الأمني، الوضع الاقتصادي، ما قادرين يكونوا حالهم. الإنسان طبعا بده يفكر بمستقبله، بده يفكر بأنه يكون هو بأمان، عايش بسيفتي معينة، مشان هيك رح يفكر أكتر من العادة ويعطى الهم وينشغل باله لقدام، يعني يعمل anticipation لخطر ممكن يحصل. بقى هيدا الشيء ممكن يأثر على حياته، يأثر على حياة عائلته وديناميكيته مع العالم، لأن نفسيته رح تكون تعبانة، وبذات الوقت حياته الطبيعية اللي بيعيشها إن كانت الاجتماعية أو الشخصية أو المهنية حتى رح تتأثر سلبا بشكل كتير قوي. توجهنا للناس. سوري مدام، نحن عم نعمل عن الحالة الاقتصادية
فظيع. عم تشوف العالم قد ايه بعد عم تسترجي بلبنان تتسوق. سألناهن عن مدى تخوفهم من التنقل والتسوق. كيف ما كان الوضع بدنا نلبس؟ ما بتشوفي في عالم عندهم قبال انه يعملوا شوبينج مش وقتها. المجمعات التجارية الكبيرة أو ما يسمى بالمول هي الأكثر تأثراً بالإشاعات والخبريات المتنقلة بين الناس. لو منا مجبورين هلا بس مشان كادو ما عم نشتري شيء. أنا ما عايشة هون، عايشة برا. ما كنت متشجعة أجي الصراحة. خايفة أوضاع. لا مش خيفانين، عم نظهر وعم ضلنا نروح وين مكان. كثير بحب اجي اتسوق بالداونتاون. مش خايفه انه الحاله او بلا، بس بحاول ما اقرب على انه مناطق كثير انه بضل هون بهالمنطقه. بالوقت الحالي كل العالم تعبانه نفسيتها، يعني عم نعمل شوبينج لانه مضطرين، يعني مش شيء كثير نحن مشجعين نعمله بالوقت الحالي. اختلفت الاراء بين الناس، منهم إيمانهم بلبنان كبير وقرروا مواجهة هالظروف. ما بخاف أبدا بلبنان، وأنا لبنانية وكتير بحب لبنان وبعمل شغل بلبنان. ومنهم متخوفين. الوضع كتير بخوف، كتير مقلقس، فمش مضطرين. بس تجوا لهون؟ إيه يعني منجي هيك صدفة، بنقعد شوي دغري بنفل، بنعمل يعني شيء ضروري بس. هالحالة الغير مستقرة كيف عم بتأثر على نفسية اللبناني؟ الأشخاص اللي ممكن إذا كانوا بيحبوا يعملوا شوبينج أو يظهروا أو إنه يعيشوا حياتهم الاجتماعية بشكل طبيعي، بعتقد أنهم في نقسمهم شقين. في الأشخاص اللي بينبسطوا لما يظهروا لحتى إذا كان ظهرة فكاهية يتسلوا، إن كان يتغدوا يتعشوا أو إنه يعملوا شوبينج بشكل طبيعي. هو الأشخاص يمكن ما كتير بيتأثروا إذا جربوا يخففوا هالسلوك عادة والحياة اللي هن عايشينها. ولكن الأشخاص اللي بقى أكتر ظهراتهم ومجياتهم والشوبينج تبعهم وحركاتهم خاصة على صعيد المادي، شغلة من عاداتهم اليومية، شغلة بتساعدهم نفسياً أنه يرتاحوا، هو الأشخاص طبعاً رح يتأثروا أكتر، لأنه هن عم تغيريرهم بحياتهم نمط معين معودين عليه يومياً. رغم صغر مساحة لبنان بتكثر فيه الأسواق، المحلات والمجمعات التجارية، التاجر اللبناني فرض وجوده بهالمنطقة من سنين وسنين، رفع كل التحديات وتخطى كل الحواجز خلال كل سنوات الحرب، وكان متجدد دائماً بالاستثمارات، بالتجهيزات، تصاميم المحلات وحسن الذوق. والنتيجة انشهر بلدنا بأجمل وأرقى المجمعات والأسواق التجارية بالعالم. واليوم لبنان عم يشهد سلسلة جديدة من الأحداث الغير مؤاتية للازدهار الاقتصادي. قصدنا بعد هالمجمعات لندرس وضع الاقتصادي. بالمبدأ الشغل يعني كمول، المول بتحسي انه راجع شوي لورا ك 15-16% كله، غير انه المحلات هلا مثلا مثل نحن المحل محافظين بعدنا على زبونات نهتم اوفر فيهم، نعمل يعني المستحيل تضلوا زبونات اللي عم يجوا لعنا كانوا على المول يرجعوا يجوا لعنا على المول. بس ما بيمنع انه عندك اكيد سواح كانوا يجوا من برا، عالم كانت تيجي من برا، وضع البلد كله متراجع لورا، هدول ما عم يجوا. ومن محل الى اخر اقبال الزبائن اختلف. كثير خفيفه، احنا رجع شغلنا تقريبا شيء 80% او 70% هالقد، يعني كيف كنا نشتغل وكيف هلا عم نشتغل، هلا عم نتسلى مش عم نشتغل. الحركة بالمول مراجعة كتير من الصيف لهلا، وخصوصي بعد التفجيرات اللي صارت، العالم صارت عم تخاف تيجي على المول وتصرف مصاري انه بركي صار شيء، وبعد ما كمان طلعت خبرية انه مهددين المولات كمان انعدمت الحركة وبطل في شيء بالمول. وكمان البيع كتير خفيف، يعني انجأ بيطلعوا اجارات ومعاشات هون. صرنا عاملين 80% سير ليصير في شوية حركة بالسوق. حصومات تفوق 70%، إعلانات مكثفة بتشجع المستهلك اللبناني على الشراء، عملية ذكية من التجار وأصحاب المحلات لجذب أكبر عدد من الزبائن. نحن هون محل تياب أول شيء بأسواق بيروت، ف
طبعا العالم اللي معه مصاري بدها تدفع على اشياء اهم من الثياب، واكيد متراجعه ورا، وكل اللي عم يزيد عم يتراجع، كل ما نقرب عم يتراجع. هلا اتس ذا بيست تايم حدا الله عم يتراجع. الحركه الشرائيه خفيفه ببعض المحلات، الوضع زعزع ثقه الموظفين وجعلهم قلقين على استمراريتهم بالعمل. ما في شيء يعني ابدا من الليل بالنهار مثل بعضها، كلها مثل بعضها. وهذه الحركة الخفيفة بالمول اللي بتنعكس سلباً على أصحاب المحلات وعلينا نحن المشتغل هون، أنه ما عم بيطلع أنجع عم بيطلع أجار المحل ومعاشاتنا. سو بعد فترة حنحنا نوقف شغل أكيد، حيسكر الستاند وغير محلات وكله متعلق ببعضه. يعني بالأخير الشبكة عادة الاجتماعية والاقتصادية بلبنان مربوطة ببعضها، يعني الأشخاص اللي ما كتير إذا بدك عايشين حياتهم بالفترة اللي بيبقى الأمن فيه منه كتير مستقر والوضع اللي نحن قطعين فيه هلأ رح يأثر على عدة أطراف من هيدا الشبكة. الأشخاص اللي ما بتخرج وبتصرف حتأثر على الاقتصاد بشكل عام، الأشخاص اللي بتبيع والبزنس مان والسيلز والأماكن والمحلات بلبنان كمان رح تضعف وتتراجع اقتصاديا وماديا، وهذا الشخص اللي تأثر كمان رح يتأثر على يأثر على غيره من غير محل. مش هيك في شبكة إذا بدك مربوطة ببعضها. التجار اليوم عم بيناضلوا للبقاء رغم الوضع المتأزم بلبنان، بالمقابل إرادة الشعب اللبناني وحبه للحياة عم يجعله أقوى من أي صعوبات معقول يواجهها. بصراحة عم بتشجع عادي، لأنه ما في إشي أفكر إنه ما بدي أتشجع وما أظهر، وبالنهاية إذا ظهرت ولا ما ظهرت هي ذاتها. عم بعيش كل يوم بيوم، فبيجي بتسوق ما عندي أي مشكلة. فبس الوضع الاقتصادي كتير صفر بلبنان. عادي، تعودنا على هيدا البلد وبدنا نضلنا نجي ونتسلى ونعيش حياتنا. يعني بنظهر ما بنعرف إذا بنرجع، بس إذا رجعنا بدنا عندنا أشياء بدنا نجيبها. يمكن بلبنان تعودنا كل يوم بدي يصير في عنا ضرب، من زمان كتير لهلا كل يوم انفجارات تعودنا على يونس والحرب تعودنا عليه. فيا بدنا نعيش هيك ونقبر ونضب المصاري كرمال إذا صار شيء بعدين تنقدر نهرب، يا بدنا نضلنا مثل ما نحن وستيل بعدنا مثل ما نحن شوبينج بدنا نضلنا نعمل وصار بدنا نضلنا نصير. في أشخاص ما بيوقفوا هيدي الحياة حتى ولو كان الوضع بلبنان أو بشكل عام منه مريح، إن كان نفسيا أو إذا كان في تأثير من الجو السياسي أو الوضع الأمني أو الوضع الاقتصادي بلبنان. ما في شيء بخوف بلبنان، قد ما بدهم يعملوا ما رح يخوفونا. بين نهاية 2011 ونهاية 2013 مبيعات المفرق تراجعت بمعدل وسطي 35%، رقم كارثي، فالقطاع التجاري يمثل ثلث الناتج المحلي. أما 2014 فشهر الأول كانون الثاني كان مؤشر سلبي للسنة الجديدة. صار في نوع من تصحر تجاري يحاكي التصحر المناخي، فنحن كمان هون صار في إذا بدك هالانخفاض بالمبيعات، وصار في نوع من فراغ بكل الأسواق والمحال والمراكز التجارية. سجلنا نحن بتقديرنا خلال النصف الثاني من كانون الثاني انخفاض بالمبيعات على كل مساحة لبنان بحدود 500 مليون دولار. عم بستصرخ من خلال برنامجك ضمائر المسؤولين تقلن إنه إذا التجارة ما تعافت لن يتعافى الاقتصاد اللبناني، والاقتصاد اللبناني لن يبنى على أنقاض القطاع التجاري، ونحن القطاع التجاري إذا كفت الأمور على ما هي عليه رح يترمد من هون لفترة وجيزة. بعد اتفاق الدوحة يلي تم سنة 2008 تفائلوا التجار، جددوا محلاتهم، استثمروا بصالات العرض والبنية الاستقبالية ووسائل النقل والمستودعات. تجهيزات تجارية كلفت مليارات الدولارات. تضاعف العرض التجاري سنة 2009 وال2010 كانوا سنتين يسر وازدهار على التجار. من 2011 حتى اليوم تحول المسار. غياب الاستقرار الأمني هو العامل الرئيسي الذي يردع المستهلكين. التجارة لا تتماشى مع أكياس الرمل، لا يمكن. التجارة بدها راحة بال، بده يكون في ثقة.
الاقتصاد مبني على الارتياح النفسي عند المواطنين. المواطن بده يكون بذهنية معينة، بده يكون عنده قوة إرادية بتدفعه تيروح يشتري. إنما أنا بدي أقول إنه هالهاجس الأمني اللي هو مشروع إلى حد كبير، بس اللبناني ما يبالغ بهالموضوع، لأنه لا سمح الله إذا الاقتصاد بقي مكربج مثل ما هو كلنا رح ندفع الثمن. فحذاري الإفراط، عرفت كيف؟ في عدم الذهاب إلى الأماكن التجارية وغيرها، لأنه منكون بنهاية المطاف عم نساهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل واعي أو غير واعي، في نحر الاقتصاد اللبناني. تفجيرات، وضع أمني غير مستقر، وبالمقابل وضع سياحي على شفير الهاوية، وشركات تأجير السيارات بتعكس بطبيعة الحال الواقع اللي عم بيعيشه البلد. سيارات مكدسة أمام الشركات وبمواقفها، نمر خضراء غايبة عن الطرقات، وواقع شركات تأجير السيارات إلى تراجع وبالأرقام. بال2010 كان عدد شركات تأجير السيارات 263 شركة، بال2014 تراجع إلى 190 شركة. بال2010 كان عدد أسطول هيدي الشركات 14835 سيارة، بال2014 تراجع إلى أقل من 8000 سيارة. هيدا الواقع بيتحدث عنه نائب أصحاب مكاتب تأجير السيارات محمد دقدو، ويلي خبرنا عن وضع مأساوي بالقطاع. سنة 2013 كانت نسبة الدمار كتير كبيرة على قطاع تأجير السيارات، اللي وصل على أسطوله أنه ينقص 45% من حجم أسطول السيارات يروح لشركات تأجير السيارات، سكرت، وبالتالي هذه في موظفين وعوائل بالتالي ما قادرين نعيشهم نحن، فبالتالي صرفت هذه الموظفين لهذا الموضوع. إذا استمر الحال على ما هو عليه بهذا السنة 2014، أنا ببشر بإقفال لا يقل عن 50 شركة تأجير سيارات، كل شركة لا يقل رأس مالها عن 500,000 دولار، وعدي على عوائل بدأت تقعد ببيوتها على هذا الموضوع. أصحاب شركات تأجير السيارات عم بيعيشوا هاجسين، الهاجس الأمني والهاجس السياحي والاقتصادي، وهيدا يلي نقلوا إلنا جيرار زوين، صاحب وحدة من أهم الشركات بالبلد. بس إذا موظف نزل على بيروت عم بتخافي عليه هو والسيارة، إذا بعدتيه على الشمال عم بتخافي عليه، إذا مطرح ما كان عم بتخاف، يعني عم بتعيش بهاجز أمني. يعني اليوم في موظف يقول لي ما بسترجي أنا أنزل لتحت، ما فيك تجبريه، إذا صار شيء معه بتتحمل مسؤوليته ومسؤولية أهله. المغترب اللبناني ما عم يجي، كان بالصيفية معود يجي هو اللبنانية يقعدوا شهرين وثلاثة، إجوا تيشقوا على أهليهم جمعة ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام. خليجي ما في ولا خليجي، ولا خليجي. على عيد الميلاد كنا إنه يبقى متأملين إنه بس صار انفجار شطح تراجع الحجوزات 50%. دلنا إنه استمرارية للعيد، هلا نول. هيدا هو لسان حال كل هالقطاع. وتأجير السيارة أصبح خاضع اليوم لشروط أمنية خوفاً من أي عملية تفجير أو سرقة، والزبون الغريب غير مرحب فيه. شوفي وين قاعد، وين ساكن، مين بيعرف، تصوري مزبوط، يعني صفيتي عم تشتغلي أمن زي كأنه مثل يعني أمن ذاتي. أول شيء تنسرق السيارة، تتفجر السيارة، لأن عم تنسرق السيارة كانوا يتلفنون لأول شيء تاخدها بعشرة بخمسة عشر يصيروا يفوضوك. هلا أنا صار فيه سوار بسوريا أو بيبعتوها على سوريا ب10,000 دولار ببيعوا السيارة. اطلعنا على الأوراق المطلوبة
وحتى أن السلطات الأمنية المختصة أصبحت على تعاون دائم مع هالشركات للحد من الخطر الأمني. هيدا الورق باسبورو، أي ساعة فات على لبنان، بأي تاريخ، هول دفتر السواقة، ترجعي بطاقة إذا معه بطاقة غير باسبورو كمان تاخديها منه، الكريدت كارد من تلفين في أجهزة أمنية بيقلك ما تأجره، بيكون على الأقل على شيء ما تأجره أو على مسؤوليتك إذا ما بتأجر. سألته شو بدي فيه أنا الأجر؟ بالمقابل شركات كانت تملك أسطول يزيد عن 750 سيارة أصبحت اليوم تملك 250 سيارة فقط وقلصت عدد فروعها. هيدا يلي نقلوا إلنا صاحب إحدى الشركات غسان شاهين. كنا موجودين مينيموم بخمس أوتيلات فايف ستارز، كنا موجودين بالمطار، كان عنا أسطول طويل عريض، كنا يمكن إحنا أكلناها أكثر من غيرنا، كنا كتير مأمنين كتير مأمنين بالبلد، وبالتالي اشترينا السيارات وعطول متفائلين عطول لا بده يجي سياحة، عطول لا مش رح تخرب، وعلى طول تخرب وعلى طول ما يجي سواح، وبالتالي سنرجع نرجع 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 والله صفينا اتمنك شايف على المينيموم. يعني قد ايه كان أزيد طن سيارات بالنهار؟ 30 40 سياره بالنهار، هلا 4 5 4 5 وايام من اجر. غسان حاله حال غيره، ما زال مؤمن بهالبلد، شرط الا يخسر كل راس ماله، إشارة إلى أنه مش بس هو المتضرر وإنما عائلات كانت تتكل على هالقطاع أصبحت اليوم عاطلة عن العمل. نحن بقينا على قديش 20% من عدد الموظفين، يعني شلنا 80% من الموظفين راح. بلد مريض، نحن هون لبنان قال شيء بالبلد، مش عيمة كان في رواء، قلنا 40 سنة بعدنا مثل ما نحن، هلا بدر واحد ترجع. قطاع النقل. كيف انعكست عليه الأزمة الاقتصادية والحالة الأمنية الغير مستقرة بلبنان؟ حملنا أسئلتنا ونزلنا على الأرض. خبرنا شوي كيف عم بتكون حركة النقل؟ والله عدم شغل، ما في شغل. عم تخاف تتنقلوا بالوضع الأمني؟ يعني عم شوي، يعني عم واحد معه شنطة مستشفى فيه، بس الوضع عدم، يعني ما في لا شغل ولا في شيء. ومين قلنا غير سائقي سيارات الأجرة والباصات يجاوبونا عن هالأسئلة؟ بدنا نعيش، بدنا وين نروح؟ شو بدنا نعمل؟ نهجم من لبنان؟ يعني ما فينا نهجم من لبنان. مرحبا، خبرنا شوي كيف عم تكون الحركة؟ الحركة في عجب، في عجب؟ عجب. انت عم تخاف تتنقل بهالمناطق بهالوضع؟ عادي، تعودنا عادي. تعودنا عادي عبارة تكررت على شفاه سائقي التاكسي، حالتهم مثل حالة أغلبية اللبنانيين، عايشين كل نهار بنهاره، ولكن الفرق إنه هالسائقين لقمة عايشهم مصدرها تنقلهم بين المناطق وحكماً تجعلهم معرضين للخطر. بنفزع نتنقل ووضع يعني وضع خرائي كتير، مين بيصير جي يقرب؟ مين بيصير جي يمشي؟ احنا مثلنا مثل كل العالم أكيد بنخاف، والناس بتحسيها إنه قبطاني وخايفي ما بتنزل على الشارع كتير إلا اللي عنده شيء اضطراري، يعني لأنه شيء بيخوف. اليوم اللي صار قصة على الدبيرة اللي فيهم، أنا كنت رايح يعني بدي 10 دولار أفوت لجوا، بس ربك رحيم إنه ما سكر الطريق قبل ما أفوت، طلعت جاي رجع. الواحد بخاف.
بما أنه الأمن والأمان غايبين ببلدنا، سائقي سيارات الأجرة والباصات وجدوا وسيلة جديدة تحميهم وبتحمي زبائنهم. يعني في تعليمات صدرت من النيابة مجلس التنفيذي لكل الشوفيرية منعطيت أنه كل راكب بيكون معه غرض أو بيكون معه كرتوني أو شنطة يتفتش أول ما يتعرف السيارة. كيف بيكونوا قاعدين بس يطلع حدا معه شنطة بيقولوا لي فتشوا شوف هالشنطة اللي يكون فيها شيء. صارت العالم تفزع، خفت الحركة كتير، صارت العالم تفزع تطلع بالباصات كله. وانتو كشوفيرية عم تخافوا؟ أكيد عم نخاف. لك يا هلا شو هي الشنطة مبينة إنه ما فيها شيء، بس لما واحد بنشك بورقة ما بنطلع وما بنسجل نوقف جنبه أصلا. العالم عم بيطلع معك عم بتنبشهم؟ أي أكيد. يعطيكم العافية. الله يعافيك. أما الركاب فكيف عم يتعاملوا مع هالوضع؟ مضطر طبعا كل إنسان بيخاف، بس عم نظبط حالنا عم نتكل على ربنا. تلك ربانية ما بدي شو على اللي بيجي انفجار حيردك الانفجار وحد حيردك الانفجار بني أطلق مثل حرومة. بالرغم من تعايشهم مع الظروف الصعبة اللي عم بمر فيها لبنان، قطاع النقل العام هو من أكثر القطاعات المتضررة. أكثر قطاع من القطاعات الموجودة بالبلد بتأثر هو قطاع النقل، بتأثر تقريبا ب90%. ما بحدا يسترجي يطلع بالتاكسي أو حدا يسترجي يطلع بالميباص أو بالأوتوبيس. أكثر من هيك إنه الحالة الاقتصادية ككل كبلد مشلولة. هذا ما كله مناح، ماشي ماشي الحال. وبالنهاية لبناني عايش بالاتكال على الله، فالروحة بالإيد والرجعة مش بالإيد. وعمري ما خفت من الموت إلا من ربي. ربنا رويد علي يموت بدي يموت. إن الحياة بدها تستمر، يعني بدها تمشي، يعني الناس بدها تروح أشغالها، الحياة ماشية يعني. CFI 27% من القوى العاملة اللبنانية تعمل بالقطاع التجاري. لبناني من أصل أربعة له علاقة بالتجارة، نقل، تأمين، المصارف، الإعلانات وغيرها من خدمات تمت بصلة بالقطاع التجاري. ومعناها أنه نصف القوى العاملة اللبنانية هي معنية مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع التجاري، الشبيه بحائط الدعم داخل المنزل. إذا دمر هذا الحائط نهار المنزل. لا جزر اقتصادية تكون بمنأى عن التأثر بالأزمة الراهنة، فكل قطاعات مرتبطة ببعضها. فالقطاع المصرفي مثلاً ورغم متانته لم تتجاهله الأزمة. من كم سنة كان دين الدولة يفوق لدى المصارف دين القطاع الخاص، اليوم انقلبت الآية. اليوم الدين تبع المصارف عند القطاع الخاص صار بحدود 46-47 مليار دولار، والقطاع التجاري لوحده تسليفاته بحدود 10 مليار. هولي 10 مليار بيعنوا انه على التاجر، انه على القطاع التجاري انه يسدد كل سنة بحدود 600 او 700 مليون دولار. هيدي مبالغ ضخمة. فاذا اذا عرج التاجر لابد انه بده ينعكس هالشي على المصرفي، من خلال طبعا يعني الديون المشكوك بتحصيلها، الديون المتعسرة. طبعا هلأ المصارف عندهم مؤونات وهيدا، إنما حجم المشكلة إذا كرة التلج هيدي اللي بلشت إذا كبرت وإذا طالت الأمور، طبعا هيدي يعني ممكن تعمل خراب كتير كبير ضمن القطاع المصرفي. وطبعاً طبعا نحن عم نرفع الصوت بتضامن مع باقي الهيئات الاقتصادية ومننا جمعية المصارف، لأنه عارفين إذا اليوم وقع الطور الأبيض بكرة بده يوقع الطور الأسود. القطاعات مرتبطة ببعضها، فلا يمكن أن يتراجع القطاع التجاري دون تردي قطاعات أخرى، فلا يمكن أن يتراجع القطاع الاقتصادي وأن يبقى مثلاً القطاع الإعلاني معافى. فقد شهد عالم الإعلان بلبنان تراجع واكب التدهور الاقتصادي بنسبة تراوحت بين 10% و15%. فلما نحن مبيعاتنا تنزل 35%، مصروفنا على الإعلانات رح ينزل 50% و60%. في قطاعات اليوم لأنها بأزمة ما بقى عم تعمل إعلانات، يعني في قطاعات اليوم تراجعت. هنقول أي شيء بيتعطى اليوم بالقطاع السياحي ما رح يحط إعلان لأنه هو ديجا عنده كريزة. فبالمبدأ هون كمان هذه القطاعات اليوم اختفت، يعني إذا بنطلع في قطاعات اليوم أبداً ما بقى عم تحط إعلان. والاقتصاد سلسلة مترابطة تضعف حلقة والمسبحة بتكر. وقتها بدك تجي تفوتي تحطي إعلان بده يكون في مستهلك مستعد
أنه كمان يجي يشتري. المستهلك اليوم ما عم بيكون عنده مود الصرف، يعني في كمان مود عام بالبلد، هيدا بيأثر اليوم على كيف واحد بيكون المستهلك عم يصرف مصرياته ولا لا، لأنه طبيعة الخوف وعدم الاستقرار بتخلي الواحد يأجل أي شيء بده يعمله. بصير يقول لك خلينا نشوف كيف بدها تصير، خلينا نشوف بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة، بتصفي هالإشيانس تتأجل. التأجيل كمان بيروح علينا أوقات كتير فرص بالإعلام. ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك تخفض مداخيل التاجر، هو بدوره يجازي المعلن فتتدنى موازنة الإعلانات، والتداعيات تأتي قاسية بالنهاية على وسائل الإعلام. أول نهار بينسم فيه الوضع الأمني، شو بيصير؟ ما تلاقي في سيارات على الطريق. طيب إذا ما في سيارات على الطريق يعني ما في ناس عم تشتري، إذا ما في ناس عم تشتري يعني ما في تاجر عم بيبيع، يعني ما في إعلان. دونك بالمبدأ حتى إذا نجي نطلع التلفزيونات غير بروغراماسيون، وقتها بيكون في شغلة مش ظابطة بالبلد، يعني بتشهو لتوك شو سياسي أو أي شيء تاني. كل هالقصص هيدي سوا إذا بتجي بتجمعيها على بعضها إلا ما تأثر على القطاع. بعدين في شغلة كتير 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 مهمة، هي أنه يوم اللي ما بتحطي إعلان على الأودور أو على التلفزيون أو بالجريدة أو وين ما كان، ما فيك ترجعي تعوضيه. وكما القطاعات المرتبطة ببعضها المناطق بلبنان، فهل من جزر اقتصادية أمنية؟ هل من مناطق تكتفي بذاتها؟ هل من اقتصاد هامشي؟ صحيح أن لا جزر اقتصادية بلبنان. فريق تحقيق دخل إلى الضاحية الجنوبية بسياق استكمال تحقيقه عن الوضع الاقتصادي في كل مناطق لبنان. في الضاحية الجنوبية اللي شهدت سلسلة تفجيرات إرهابية في الآونة الأخيرة، قصدنا شارع معوض وهو واحد من أشهر الشوارع التجارية بالمنطقة وأكثر نشاطاً وحيوية. لكن الوضع في شارع معوض اليوم كان مأساوي، الحركة معدومة كلياً، الطريق شبه خالية من الزبائن وحتى من المارة. أصحاب المحلات تحولوا إلى نواطير يقفون أو يتمشون أمام محلاتهم ناطرين الرزقة والرزق على الله. شو بدي أفسر؟ لبنان مفسر حاله، لا أمن لا اقتصاد لا عمل. الوضع الأمني أكيد مأثر كتير. أنت اليوم كصاحب محل هون، يعني قد ايه فرقت معك يعني المورد تبعك، قد ايه فرق مثلا عن سلطة المواطئ إذا بدنا نقارن؟ طبعا في فروقات كبيرة. صرنا بوضع كتير كتير صعب، يعني بلشت الناس عتبت الفقر، بلشت الناس عتبة الفقر، والوضع الأمني حتى كتير كتير مؤثر. ودولة منا العوض وعليها العوض، قسم كبير من الناس بيخاف ينزل على الأسواق. يعني التفجير اللي عم يصير شغلي معلش منه مسحة. يعني اللبناني ما عارف أمتى خلص من الحرب الأهلية البغيضة، يعني فايتين نحن بلعبي هلأ بلعبي منا مسحة أبدا. آخ يا بلدنا، الله يرحمك يا شوش، بلد يعاني. مين بده يشتري مين؟ نحن يا أهل البرو يزبون العوى في نطرين. وضع اقتصادي مش صفر، تحت الصفر على الكل، يعني وضع يعني عمومي، ما في شغل ابدا نهائي، يعني ما تسال. قد ايه صار لهالحاله؟ تقريبا صار له وقت الانفجار، يعني احنا بالنسبه للضاحيه يعني وقت الانفجارات في محلات، يعني تقريبا صار تقريبا يعني في محلات مسكره ما حدا عم يبيع شيء، يعني اللي بيبيع ابو زيد الهلالي هلا، اللي بيبيع مثلا قوت يوم او يوم عائلته، هذا بيكون ابو زيد الهلالي. اسواق تعبانه الحمد لله، بس اسواق ميته والله. حتى العطورات ما في مصاري، بدك تقول ربع شغل او 20% من الشغل
ما في شيء. يا بنفوت زبون أو زبونين. إيه نحن بنبيع بجيب لنا ما بنلحق. بس ما في أسواق عدم. زبائن سوق معوض والضاحية حسب ما يقول التجار معظمهم يأتون من خارج الضاحية، من البقاع والجبل والضواحي الشرقية لبيروت، ومن المستحيل أن يأتي أي من هؤلاء الزبائن إلى الضاحية في ظل التفجيرات. التفجيرات اللي عم تصير ما عاد يجي غريب على الضاحية، كان نحن من البقاع يجي لعنا زبونات من الجنوب، لما تيجي لعنا زبونات مشهور كتير كان السوق، هلا ما عاد عم يجي حدا. في ولاد المنطقة هون شو هو خبز ليأكل اشتروك اليوم بأيام ما كان الحرب ماشي بقى في هون خطوط تماس شرقية وغربية كنا نشتغل أحسن من هلا. كان في مصاري ما بعرف ليش في مصاري، كان في مصاري نشتغل في شغل. هلا ما في شغل، ما في. لاقى تفضل شو السبب؟ شف لي حدا، شف لي شي زبون حامل اسبوع حامل كيس من شي محل. هلا في بالشارع هون اثنين محلات مسكرين، ايضا هون على الزاوية محل فوق وتحت مسكر، بتكونوا شفتوه يا عواد مسكرين، في اثنين محلات مسكرين. اكثر من 4000 عائلة تعتاش من سوق معوض اصبح اليوم مصيره غير واضح. انعدام المداخيل أجبر 50 محل تجاري في معوض على الإغلاق الشهر الماضي، وعدد آخر من التجار عم يدرس خيار الإغلاق بالأيام المقبلة. ما في بقى يعني نحن واقفين أحياناً منقضي أكتر الوقت هون يعني مثل المواطير صراحة. حركة اقتصادية سيئة يعني. هلا ما بعرف هلا عنا هون بالمنطقة ما بعرف إذا بتختلف عن بعض المناطق التانية، إنما وضع سيء جداً يعني. في جزء من التجار اللي عم يستأجروا مستأجرين محلات ما عم بيقدروا بصراحة، عم يصرفوا من الاحتياط تاعهم يعني، وفي جزء منهم ما عاد عم يقدر يتحمل عم يضطر يسكر. فيك تاخذ صورة، فيك تاخذ الكاميرا، في بعض المحلات مقابلة محلين أو ثلاثة كمان هم مسكرين. نحن نقلنا الصورة مثل ما هي من دون تزويق أو رتوش، جربنا نكون إيجابيين، بحثنا عن التفاؤل بشوارع كانت تختنق بضجة الناس والسيارات، ولكن للأسف ملقينا بشارع معوض ولا دوماري. اليوم إذا بيحصل تفجير بعكار أنا ببيروت بتأثر، وإذا صار مشكلة بالهرميل بتتأثر النبطية. هل قد الأمور؟ ما ننسى أنه لبنان بلد صغير، فإذا والأمور كلها متشابكة، يا كلنا بدنا نعيش سوا يا كلنا بدنا نموت سوا. ما في جزر، يلي بيفكر أنه هو عايش بجزيرة هو واهم. فإذا أنا بعتبر أنه ما في قطاع عايش على جزيرة ولا في منطقة عايشة على جزيرة. نحن كلبنانيين لازم نكون، ونحن كذلك، متكافلين متضامنين بالسراء والضراء. خلينا نتعلم هالمثيلة هيدي ونشوف انه يلي بيضرب حسين او بيضرب زيد بيضرب عمر، ويلي بيضرب حسين بيضرب احمد، وبيضربوا اثنيناتهم وبيضربوا نقول او بيضربوا متري وبيضربوا مارون. فبدنا نكون كلنا ايد وحده امام هالتحديات الهائله يلي نحن عم نواجهها. تجاه الوضع الراهن التكهنات تبقى بدون جدوى، ولكن هذا لا يغني عن وضع السيناريوهات والاحتمالات للمراحل المقبلة. إذا بضل الحرب مشتعلة بسوريا يعني ما في بوادر حل، بوادر عم نحكي مش حل جذري، إذا الوضع ما بيتحلحل على الصعيد الإقليمي بخصوص إيران والغرب،
منضلنا نحن على ما هو، يعني السنة متوقع النمو كمان يضلوا أقل من 1%، بينما إذا شهدنا تشكيل حكومة، إذا شهدنا تحسن بالوضع الأمني، إذا شهدنا بعض الانفراج بالوضع السوري والوضع الإقليمي، ممكن الاقتصاد اللبناني ينمى بين 4-5%، وهيدا بسبب هالتباطؤ الثلاث سنين اللي مرقوا. الثلاث سنين اللي مرقوا معدل النمو بتخطى أنجأ 1%، 1.2%. أنا بوافقه الرأي، والاقتصاديين على طول بفكروا إذا بدك على قاعدة السيناريوهات، مزبوط، السيناريو المتفائل والسيناريو المتشائم. السيناريو المتفائل هو أنه يكون في حد أدنى مثل ما عم نقول من الاستقرار، من الانتظام العام بالحياة السياسية والمؤسساتية، يعني حكومة، إجراء انتخابات رئاسية، إجراء انتخابات نيابية. من ناحية تانية هالقد نحن متعلقين بالوضع الخارجي أنه لازم يكون في خرق معين بشي مطرح، يما على الملف النووي الإيراني يما بجنيف 2، بس أنه لازم يكون في نبأ صار جاي من الخارج، فهو هذا يعطي إذا بدك نقطة إشارة الانطلاق أو صفارة الانطلاق لانتعاش لبنان. للأسف هذا الواقع، أنا عم بوصف الواقع. أما إذا هالشيء ما حدث، التراكمات رح تكفي. بتعرفي نحن لما نبلش السنة ما منصفر العدادات، الأمور تراكمية، وطبعا بده يجي وقت بدها تجي أشي تقصم ظهر هالاقتصاد اللبناني يلي أساسا وصل هو لآخر إمكانياته، لأنه هالاحتياط إذا بدك المالي يلي راكمناه بالسنتين المنيح بال2009 و2010 حطيناه وحطينا فوقه، فيلي بصح وبيصلح على صعيد التاجر الفرد أو على الاقتصاد الفرد ينسحب على مستوى الاقتصاد ككل. لا الأسر اللبنانية قادرة، وأصلاً هي مهددة بدخل اليوم وبالبطالة، لأنه صار في منافسة شرسة من قبل القوى العاملة السورية، ولا المؤسسات اللبنانية يلي وصلوا اليوم على الحضيض واستنزفوا من قبل كل يعني طالبي الحقوق، ولا الدولة يلي هي عم بتعاني من عجز تقريباً 4 مليار دولار سنوياً. فما بقى في خميرة، ما بقى في إمكانية لإعادة قيام لبنان خارج سيناريو تفاؤلي. يعني في عنا شيء إيجابي لازم ننظر له بكل هالوضع الضبابي، وهو استقرار النقد يلي هو عامل ثقة، بالرغم من كل التدهور الوضع الأمني والجمود السياسي وشلل المؤسسات، ما في ضغط على الليرة اللبنانية، ما في خروج لرؤوس الأموال والودائع من القطاع المصرفي، بالعكس القطاع المصرفي قدر يستقطب 9 مليارات دولار ودائع بال2013، وهو رقم كتير مهم بالوضع اللي نحن فيه. الليرة اللبنانية ثابتة ما في خوف عليها، الفوائد ثابتة ما في خوف أنه ترتفع الفوائد، بالرغم من اتساع العجز بالموازنة وارتفاع الدين العام. الدين العام ارتفع ب 10 مليارات دولار بال 2012 و2013 مع بعضهم، صار 63 مليار و500 مليون دولار، وهيدا ما نسبته 145% من الناتج المحلي. يعني لما انا احكي مع زملاء التجار شو بيقولوا؟ شي بيقول لي انه نحن عايشين من قلة الموت، شي بيقول لي انه نحن عايشين من حلاوة الروح، وكلهم مجمعين على انه يا محلى ايام الحرب. هلا لما اسمع هالشعار هيدا انا بحلله بيني وبين ذاتي، شوف انه هالجماعه مش غلطانين. ليش؟ لانه ايام الحرب صحيح كانت مبيعاتنا قليله، بس كانت نفقاتنا قليله كمان. بايام السلم صحيح انه نفقاتك كبيره، بس مداخيلك كبيره كمان. اما اليوم فنحن مداخيلنا قليله ونفقاتنا كبيره. فهيدي اذا بدك المعضله الحقيقيه بالقطاع التجاري، انه نحن عم نشوف بنفس المعادله ايرادات حرب ونفقات سلم، فهيدي معادلة مستحيلة بالنسبة لإلنا. سمعنا الصرخة وشهدنا المعاناة، وأمام هذا المشهد عدة تساؤلات تراود عقولنا. هل سيستتب الأمن؟ والاستقرار هو الشرط الأساسي والأول لاستعادة الثقة لدى المواطنين وحثهم على الاستهلاك ودفع المستثمرين إلى الأسواق اللبنانية. هل ستتمكن الحكومة الجديدة من فرملة التفجيرات الإرهابية؟
هل بقدرة هذه الحكومة ردع تدخلات حزب الله العسكرية إلى جانب النظام السوري وإعادة سياسة نقل لبنان عن الأزمات الخارجية يلي بتستدرج الويلات إلى بلدنا؟ هل ستستطيع هذه الحكومة إنعاش الثقة بنفوس اللبنانيين من خلال إقدام وزراء على إصلاحات بالإدارات، على محاسبة الفاسدين والمفسدين المنتشرين بمفاصل الدولة اللبنانية، على الانكباب الجدي والفعلي على ملفات معيشية اجتماعية اقتصادية إنسانية؟ فيا ليت نرى الوزراء والزعماء والنواب يهتمون لا ينامون الليالي وينشطون لمعالجة قضايا الناس بحياتهم اليومية مثل ما رأيناهم خلال الأسابيع الماضية، منهمكين منصبين مقهورين على توزيع المناصب وتقاسم الكراسي الوزارية والتناغم على التشارك بالسلطة. يا ليت لعل هذا التجنيد السلطوي يتحول مساره نحو الناس ومشاكلهم لكي نتجنب الأسوأ وألا يتحول الجمود إلى انهيار. Thank you.